جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. قاع التكوين الرسمي، قاع الاستقبال للرشيدات الزائرين، مقهى ومطعم تقليدي. شوفي الضوء طاف ولا مسكينه؟ قلت لك تيليسال كي جيت توصل شريعه تفلس. يا سيد الوزير مرحبا بك وشرفتينا، اما هيئنا الارضيه راي ناس خاصه بلغه اوضح، خاصه تمد يديها اصحاب عربات اجون زواج على السكر. شنو حل هنا؟ حنا شو واش نقول لك؟ خدمنا 15 يوم في مارس، عاد نخدموا 15 يوم في مارس، خدمنا 15 يوم في جاف، بعد واش نخدم؟ في طقس السياحة عندنا برنامج على 5 سنوات، أما عندنا برنامج للمية يوم الأولانيين، فيهم القرارات السريعة اللي نجموا فعلوها ونجموا يظهروا بصفة عنها غبيين. نجموا نحكيوا على النظافة، نجموا نحكيوا على برشا مشاكل. المشاكل الهيكلية الموجودين في السياحة انتم تعرفوها بالذات، ثم حكاية المليونية، ثم حكاية الترانسبور ايريان، مثل في الجهة عند المطار تاع تونس بتعليق سيدوين توا، ثم نعرف اللي ثم 14 منزل اللي برلي مغلق في الجهة 19 ولا 14 احنا بعد الثورة، وثم هيكل معناها خاطين العادة في الجهة، واحد يعاود ينظر فيهم، ثم تأهيل لهذوما لزونيتي هذوما، أما ثم إصلاحات باش يكونوا مش كان في الهيكل هذوما، ثم لو برودوي معناها يفو ديفيرسيفي لو برودوي، إي روفوار سارتان شوز أو نيفو دو توريزم تونيزيان. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.